الله الكريم أي جعل ذلك منه وله وفيه وإليه ومجب للقرب والصرف لديه وليوفق من وفق من وقف عليه بالعمل بمقتضاه ثم تركي بالتوكل بالنوافل ليبوز ربه وغيره. فصل يجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نبتدي في هذا اليوم في هذا الدرس المبارك في كتاب سلم التوفيق للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باع علوي الحضرمي، كتاب مبارك من عرفه وعمل به كان من أهل التوفيق ولحق بخير فريق بفريق حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وأخرجه الله سبحانه وتعالى من كل شدة وضيق، وجعله سعيدا في دنياه ويحشر يوم القيامة مع خير فريق، فريق النبي وأصحابه وأهل بيته السادات أهل التحقيق. فالله يوفقنا للعمل بهذا الكتاب ويجعلنا من المتحققين ويجعلنا من أهل التحقيق ويحفظنا وإياكم من شر فريق ويصلحنا ويصلح لنا أولادنا ويعشقون تلاوة القرآن ويعشقون العلم ويعشقون الطاعات ويوفقهم ربي للاتصال بخير فريق بجاه سيد أهل التحقيق محمد الحبيب الشفيق المحمود الحامد الرحيم الرفيق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب ومصنفه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باع علوي الحضرمي، عالم من كبار العلماء بل قطب من كبار الأولياء والصالحين،
فلهذا كان هذا الكتاب مبارك، فمن قرأه وحرص على العمل بما فيه فإنه يكون له سلما يصعد فيه إلى الدرجات العاليات، سلما ليحوز التوفيق من الملك الشفيق سبحانه وتعالى، ويحوز القرب من الحبيب الرفيق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإنسان الحريص على أمر دينه هو الذي يحرص على أسباب التوفيق، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا هو التوفيق، وهو أعز ما نزل من السماء إلى الأرض، التوفيق. ولم يذكر في القرآن إلا في موضع واحد، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن لبسم الله الرحمن الرحيم سر عظيم، واقتداء بالقرآن الكريم فإن أول آية في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، وعملا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجدم، المعنى أنه ناقص وقليل البركة. لو كتاب ما بدأ بسم الله الرحيم حتى لو طبع أحسن الطبعات لا بركة فيه، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تجلب البركة لذلك الكتاب ولتلك الرسالة. فلهذا قال: كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أمر ذي بال يهتم به شرعا لا بركة فيه. طعام تأكله ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا بركة في ذلك الطعام، يأكل معك الشيطان. ثوب تلبسه لا تقول في أول بسم الله الرحمن الرحيم، لا بركة في ذلك اللباس، إذ يلبسه الشيطان معك فيسرع إلى الانمحاق ذلك اللباس. وهكذا كتاب تصنفه أو ترسل رسالة ولا تكتب أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لا بركة في ذلك الكتاب ولا في تلك الرسالة. Ayat pertama dari Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim.
itu adalah faktor apa kalau yang kurang barokah sedikit berkahnya. Maka yang kita kalau tidak dimulai dengan bismillah, meskipun dicetak dengan cetakan yang bagus, tidak akan ada berkahnya. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah tidak akan ada berkahnya, karena bismillah ini bisa menarik berkah. Makanan umpamanya kita makan, kita tidak baca bismillah, tidak ada berkahnya. Setan akan ikutan makan. Pakaian yang kita pakai ketika kita tidak baca bismillah, tidak ada berkahnya. Bahkan bisa cepat rusak. Lebih juga kitab yang kita tulis atau surat yang kita tulis kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim tidak ada barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirrul Fatihah التي هي أفضل سورة في القرآن، وهي آية من كل سورة إلا سورة براءة، ليست آية منها، لأن سورة براءة نزلت لفضح المنافقين الذين يظهرون الخير ويضمرون الشر، فضحتهم سورة براءة، فلهذا لم يؤتى فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، لأنها فيها الرحمة وهي لا تليق بالمنافقين المعاندين المفارقين للحق المقاربين للباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. وسر القرآن في سورة الفاتحة، لهذا كانت الفاتحة أفضل سورة في القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، كل من لم يقرأ بفاتحة في صلاة، في كل ركعة في صلاة فريضة أو نافلة، لا تصح صلاته، صلاة باطلة. لهذا الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إلا إذا جاء المأموم والإمام قريب بيركع فأحرم وبدأ بالفاتحة وركع الإمام فتسقط عنه بقية الفاتحة، أو جاء والإمام في الركوع واطمأن معه في الركوع، حينئذ يحرم ويركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة فقط في ركعة المسبوق تسقط الفاتحة، وإلا فلا بد في كل صلاة فريضة أو نافلة أن يقرأ فيها سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أجعل رهسيانيا سورة الفاتحة. Jadi istimewanya surat Fatihah itu ada berat Bismillahirrahmanirrahim. Dan surat Fatihah adalah surat yang paling afdol dalam Al-Quran. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini juga merupakan ayat dari setiap surat, kecuali surat Al-Quran. Jadi semua surat dalam Al-Quran itu pasti ada Bismillahirrahmanirrahimnya, kecuali satu surat, yaitu surat Ar-Ra'ah. Kenapa dalam surat Ar-Ra'ah tidak ada bismillahnya? Ya, karena surat Ar-Ra'ah itu turun untuk membongkar kekuatannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu menampakkan kebaikan, sebenarnya orang baik, kayak dia Islam, tapi batinnya dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW atau memusuhi beliau. Akhirnya buka kepada mereka oleh Allah SWT dalam surat Ar-Ra'ah. Makanya dalam surat Ar-Ra'ah tidak ada bismillahnya, karena bismillah itu rahmat. Sedangkan rahmat itu tidak pantas untuk orang-orang munafik. Sirnya Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu ada pada surat Fatihah. Dan surat Fatihah sebagaimana tadi merupakan surat yang paling afdol. Makanya tidak sah sholat kalau kita tidak membaca Fatihah. Di sholat yang besar, kurang lebih, kalau sholat dan lima dan yang roh,
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi wajib mau sholat apapun, mau sholat sunnah, mau sholat fardu, harus ada Fatihahnya. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu makmum masbuk, makmumnya sudah takbiratul ihram, imamnya sudah mau ruku. Nah, ini gugur baca Fatihahnya. Atau imam takbiratul ihram, imam sudah dalam keadaan ruku, ya berarti dia langsung ikut ruku dan gugur baca Fatihahnya. أبي بسم الله الرحمن الرحيم تحصين عظيم لمن جعلها له ورد في كل يوم وفي كل ليلة من وضب على بسم الله الرحمن الرحيم في كل يوم وكل ليلة 21 مرة أمنا من السرقة ومن الحريق ومن الغرق بل وأمنا من حوادث السيارات والدراجات والطيارات ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي أن يعلم الأطفال ويعلم الصغار والكبار هذا الورد من بسم الله الرحمن الرحيم ليكون حرزا لهم وحصنا لهم من كل المصائب. بسم الله. Ini juga bisa menjadi tameng, bisa menjadi penjaga untuk kita. Barang siapa yang menjadikan bismillah sebagai wirid, dijadikan wiridan, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya caranya adalah dengan istiqomah membaca tiap pagi dan sore bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Barang siapa yang mau mengamalkan ini, insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Aman dari pencurian, aman dari kebakaran, aman dari tenggelam, bahkan aman dari kecelakaan, dari kecelakaan mobil, kecelakaan motor, kecelakaan pesawat, akan dijaga oleh Allah SWT. Maka sebenarnya kita mengajarkan ini kepada keluarga kita, kepada anak kita, atau kepada saudara-saudara kita, ke orang yang lebih tua, agar apa? Agar menjadi apa? Tameng bagi mereka, agar menjadi pelindung bagi mereka. Kemana Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab Bismillahirrahmanirrahim uallifu usannifu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ay atabarraku Bismillah subhanahu wa ta'ala. Idza akalta qult Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim akulu تبركت بسم الله الرحمن الرحيم لتكون لك حصنا من الشيطان الرجيم. فقد جاء طفل أراد أن يأكل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يأكلون في قصعة فمسك بيده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام سم الله. أراد الشيطان أن يدخل مع ذلك الغلام. ليه؟ لأن احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم والشيطان ما استطاع أن يقرب هذا الطعام فيأتي هذا من جديد فيريد الشيطان أن يدخل معه فمسك قال يا غلام سم الله حتى لا يأكل من طعامك الشيطان وكل من ما يليك أي من الذي تحتك لا تنظر لما عند الناس من الطعام لا تنظر فيهم فإنه لما يأكل وتنظر لهذا يأكل وهذا يأكل هذا ليس من آداب الطعام ربما أصيب بمرض هذاك ثم قال هذا بسبب نظرة فلان أنا كنت أكل فلان ينظر إلي فأصبت فمرضت يتوهم ذلك الإنسان فلهذا كان ليس من آداب الطعام أن أحد يأكل وأنت تنظر إليه بل انظر لما تحتك إن كان طعام وإلا فلا تحدق النظر بأحد عند تناول طعامه فإنه إذا أصيب بشيء أول ما تتهم أنت. بسم الله الرحمن الرحيم itu makna terletaknya dengan nama atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang mengarang sebuah kitab mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim,
Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, bismillah maknanya saya akan makan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ketika makan ini kita juga membaca bismillah agar kita dijaga dari setan. Agar setan tidak bisa makan bersama kita. Dahulu ketika para sahabat makan bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu tempat, tiba-tiba datang anak kecil. Anak kecil ini mau ikutan makan. Lalu ketika mau mengambil makanan, tangannya dipegang sama Rasulullah SAW. Nah, baca bismillah dulu. Jadi kalau sama Nabi disuruh baca bismillah. Kenapa? Karena setan nanti kalau dia tidak baca bismillah, setan nanti akan ikut bersama dia. Sebelumnya Nabi dan para sahabat sudah baca bismillah. Nah, ini datang tidak baca bismillah, nanti bisa-bisa setan ikut makan karena gara-gara ini. Makanya ketika sama Rasulullah disuruh membaca bismillah agar setan tidak ikut-ikutan. Dan juga dikasih tahu sama Nabi SAW, wakul ma yali, makanlah apa yang ada di dekat kamu. Jadi ketika makan di nampar, itu yang kita makan adalah apa yang ada di dekat kita. Gak usah ngelirik-ngelirik makanan yang lain. Atau ngelirik orang, atau melihat orang yang di depan kita, sedang makan di depan kita. Itu bukan bagian dari tata krama. Kenapa? Kalau kita sedang makan, terus kita lihatin, nanti kalau sama orang yang kita lihat ini kena celaka atau kenapa, yang akan dituduh nanti adalah kita. Dikira nanti kita punya penyakit akhirnya. Ini saya sakit ini paling gara-gara tadi makan dilihatin sama orang itu terus. Makanya bukan bagian dari sopan santun, makan, terus ada orang makan terus kita lihatin. Ya, contohnya ketika kita makan, dia lihat apa yang ada di bawah kita. Kalau itu berupa makanan, ya sudah kita makan. Kalau tidak ada makanannya sudah habis, ya sudah, jangan melihat ke orang lain. Faman nasiya bismillahirrahmanirrahim fi awwali al-wudu. Ya'ti fi athna al-wudu bismillahirrahmanirrahim. Man nasiya bismillahirrahmanirrahim fi awwal at-tasnif. Ya'ti fi athna'ih. من نسي في عند تناول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم يقول في أثنائه بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. نعم، بعد الفراغ انتهى بسم الله الرحمن الرحيم، فرغت من الوضوء خلاص انتهت سنيتها، بعد الفراغ انتهت سنيتها. لكن إلا عند الطعام والشراب، إذا فرغت من الشراب أو الطعام ثم تذكرت إنك لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم، فحينئذ يندب لك أن تقول ولو بعد الفراغ بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. إيش الفائدة؟ الشيطان قد أكل معك، وقد شرب، وقد خرجت البركة من ذلك الشراب وذلك الطعام. الفائدة هي إيذاء الشيطان. الشيطان يتأذى. كيف؟ إذا قلت ذلك ولو في آخر الطعام، كل الذي أكله معك الشيطان يتقايأه، ففي تقايأ الشيطان وإخراج الطعام من بطنه إيذاء للشيطان، وأنت أمرت بإيذاء عدو الله وعدو رسوله وعدو كل إنسان الشيطان الرجيم. فحينئذ الفائدة هي إيش الفائدة؟ هي إيذاء الشيطان. لكن البركة كم ذهبت من ذلك الطعام. Dan barang siapa ketika lupa membaca bismillah di permulaan, maka sebaiknya diingat langsung dibaca bismillah. Orang di permulaan wudhu lupa membaca bismillah, ya di tengah-tengah wudhu dibaca bismillah. Orang di tengah-tengah apa, karena kitab atau nulis makalah atau apa, lupa di awal, ya di tengah-tengahnya dibaca. Begitu juga makan, awal tadi lupa dibaca, ya begitu ingat dibaca
Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah, maka mengasihi makhluknya di awalnya dan di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Tapi kalau sudah selesai, wudhu sudah nggak lupa nggak banyak sembilan. Wudhunya sudah selesai, ya sudah kesunahannya sudah itu. Ini juga ada yang lain. Kecuali dalam makan dan minum. Kalau dalam makan dan minum, meskipun di awal kita lupa dan makanannya sudah habis atau minumannya sudah habis, kita tetap dianjurkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim awalamu wa akhiramu. Doa apa tujuannya? Padahal makanannya juga sudah habis, minumannya juga sudah habis. Ya, karena setan ketika kita makan tanpa bismillah, setan ikut makan. Ketika minum tanpa bismillah, setan juga ikut minum. Dan kita ketika membaca bismillah, meskipun makanan tadi sudah habis, itu nanti setan akan memuntahkan makanan dan minuman yang dia makan ketika kita tidak baca bismillah tadi. Dan itu bisa menyakiti setan, itu bisa mengganggu setan. Jadi kita sebagai manusia ini diperintahkan untuk mengganggu atau menyakiti musuh kita yaitu setan. Nah, dengan cara tadi setan akan tersakiti meskipun berkahnya sudah hilang karena kita lupa ada bismillah kan. Berkahnya sudah hilang, berkah makanan, berkah minumannya sudah hilang. Tapi tetap kita dianjurkan untuk mengganggu atau menyakiti setan dengan cara membaca bismillah di akhir kita menyelesaikan tadi. اجتمع هناك شيطانا سمين وشيطانا نحيف. فقال له: لماذا أنت السمين؟ قال: عند قوم إذا أكلوا أو شربوا لا يبسملوا. فقال: وأنت لماذا نحيف؟ قال: أنا عند قوم إن أكلوا بسملوا أو شربوا بسملوا، فأنام جيعان عطشان. ويشاركك في اللباس، عندما تخلع لباسك إذا طرحت اللباس وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ما عاد يلمسه الشيطان، وإذا لم تقل عليه بسم الله الرحمن الرحيم عبث به الشيطان، فذلك الثوب يسرع إلى البلاء فيبلى ذلك الثوب بسبب حرارة الشيطان، لأنه يشاركك في ذلك اللباس الذي وضعته ولم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل في بسم الله الرحمن الرحيم حصن حصين، حتى من الأشياء السامة كالأفعى. فلو وضعت الإناء وطرحت عليه ولو عودا وقلت بسم الله الرحمن الرحيم حفظ ذلك. ولو عود ينبغي لا تخلي هكذا الإناء مكشوف هكذا، لأن إذا بات الإناء مكشوف هذا يكون فيه داء والعياذ بالله، وربما جاءت إليه أفعى واستسممت بسبب ذلك، سواء ماء شراب أو طعام، ما ينبغي أن يكون مكشوف بل يغطى. فإن لم يكن هناك غطاء فليوضع ولو عودا، لكن مع بسم الله الرحمن الرحيم. فوضع العود فقط من غير تغطية كاملة من غير بسم الله الرحمن الرحيم ما يفيد، لكن مع بسم الله الرحمن الرحيم يكون في ذلك العود تحصين لذلك الطعام ولذلك الشراب، لا يستطيع حيوان سام أن يدخل فيه أبدا، وذلك لأن بسم الله الرحمن الرحيم تمنع أعداء الرحمن سبحانه وتعالى من أن يعبثوا بأي شيء إذا أنت حصنته ببسم الله الرحمن الرحيم. Setan yang satu yang lurus. Setan yang lurus hanya
Iya, karena saya hidup bersama orang yang mau minum banyak bismillah, mau makan banyak bismillah. Artinya dia gak kebagian, dia gak kebagian apa-apa. Makanya dalam segala hal dia jangan berbaca bismillah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam pakaian, ketika kita pakai pakaian kita banyak bismillah, kita gak bakal ikutan. Bahkan ketika kita menaruh pakaian, kita melepas pakaian dan mau kita taruh, itu juga dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim ketika kita melepas pakaian dan menaruhnya, setan nggak akan bisa main-main dengan pakaian kita. Tapi kalau nggak baca, akhirnya dikuasai oleh setan sehingga akan pakaiannya akan cepat rusak, cepat kumuh. Nah, bismillah ini bahkan bisa menjaga kita dari hal-hal yang beracun, dari hewan-hewan yang beracun, hewan-hewan yang berbahaya seperti ular atau apa. Contohnya kalau kita menaruh wadah dan di atasnya dikasih semacam kayu, kami baca bismillah, nah insyaallah dijaga tidak akan dihinggapi ular atau apa hewan-hewan beracun lainnya. Jadi sebenarnya wadah itu jangan dibiarkan terbuka seperti itu, baik itu berisi makanan atau berisi minuman, jangan dibiarkan terbuka, dikasih tutup. Karena kalau dibiarkan terbuka, nanti kita nggak tahu mungkin itu diang cicak atau diang ular yang hewan-hewan yang berbahaya yang beracun, nanti kita minum, kita nanti akan terkena racunnya. Tapi kalau ditutup, sudah lama. Dan kalau tidak ditutup, pakai kayu atau pakai apa yang apa melintang di atas gelas atau di atas wadah ini, kita taruh di atasnya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kalau menaruh kayu atau menaruh apa di atasnya tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya tidak ada faedahnya. Jadi penjagaannya itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini bisa menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakah. Fayanbaghi an taj'al laka kulla yawmin wardan minha. Bismillahirrahmanirrahim. Husnan hasin lil mu'minin. Falihadha kana بسم الله الرحمن الرحيم سر القرآن الكريم. فينبغي أن نعلمها الأطفال دائما ينطقون بها عند كل طعام عند كل شراب. وهكذا كانت تربية السلف الصالح لأولادهم يعلمونهم ما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى من صغرهم حتى إذا كبروا أحبوا طاعة الرحمن الرحيم ويتجنبوا كل ما يبغضه الرحمن الرحيم. لهذا كل مصنف يبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أراد الخير والبركة فليعلم أولاده بسم الله الرحمن الرحيم، وليبدأ كل شيء ببسم الله الرحمن الرحيم. كانت هناك امرأة ما تقوم ولا تجلس إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تضع شيء تريد حفظه إلا وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أحد أخذ مالها الذي في العمار وغان في مال، فلما وضعت المال في العلماري قالت بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ السارق ذلك المال من الألماري وهي تقول للناس أني ما قد سرق علي شيء، وضعته وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذه ذلك السارق. ثم لما احتاجت لذلك المال راحت
تفتح لها الباري فإذا المال في محله، وأين السارق؟ اختفى من يده المال، لأن خادم خاص من الملائكة ببسم الله الرحمن الرحيم يحفظ ما استحفظته ببسم الله الرحمن الرحيم، والله يحفظنا وإياكم بما حفظ بعباد الصالحين، ويجعلنا من الصالحين الموفقين لاتباع النبي محمد الرؤوف الرحيم. في القرآن وفي تلاوة القرآن ويحصن بما حصن به سيد الأكوان محمد سيد ولد عدنان، ويوفقنا لما يرضي عنا، ويجعل التوفيق رفيقنا في حضرنا وفي سفرنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، يا من لا يتولى سمعا عن سمع ولا تولد في المسائل، ويا من لا يتبرم بالحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا يا الله يا قريب يا مريم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء نزوله من السماء. Yeah.
وسلم. والحمد لله رب العالمين.